مين حارس مرمى مصر الاول يا حضري؟ كلام واضح وصريح. امتى؟ ايه؟ دلوقتي؟ اه. الشناوي اكيد هو حارس مرمى مصر الاول. الشناوي. اقول لك ليه؟ ليه؟ نفنش كاس امم. اه. مصر. صح؟ اه. نفنش كاس امم. تصفية كاس امم اخر ماتشين هو اللي لعبه، يبقى هو حارس مرمى منتخب مصر. اه. يعني مدرب حارس منتخب مصر. ولعب كاس عالم. انا ما قلتش حاجة، انت أيوة. بتسألني دلوقتي. ايوه ايوه ايوه. هو انت بترجع للماضي ليه؟ بغلس عليك يا اخي. لا احنا لعبنا احنا الاثنين. ايوه ايوه لعبتوا انتوا الاثنين، هو ابتدى الماتشين وانت لعبت الماتش الثاني. وايه؟ احنا عندنا بعض الناس ممكن تولع الدنيا. اه. انا الشناوي بيكلمنا على طول وعلى تواصل وتمرينه وحاجات من كده. ايوه. انت سالتني دلوقتي لو انا مدرب حراس مرمى منتخب مصر وجيت قلت لي مين هيلعب دلوقتي واحط ولا مغمض، هلعب الشناوي. ليه؟ آه. هو الراجل اللي فنش اخر ماتشين. ايوه. بعد ما العب ماتش واثنين واشوف انا الاحوال في الدوري ايه او الاحوال في التمرين ايه ابدي قراري. آه.